الإنسان مات، مات زين، هل ينتفع بعمل الأحياء؟ هاي وين مهمة هاي؟ تارة ينتفع الميت بعمله هو، وأخرى ينتفع بعمل غيره. شلون يعني؟ شعدنا شو يقول في سورة ياسين؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. شنو يعني؟ من رحمة الله، من عطاء الله، أن الإنسان عندما يموت لا يموت عمله. وهذا إن دل على شيء دل على أن الإنسان، الإسلام إسلام الخير، يريد من الإنسان في حياته يعمل خيرا وبعد مماته يعمل خيرا. عبارة واضحة. فيحاول الإنسان ما دام هو حي أن يجعل عملا، وهذا العمل له القدرة على أن يبقى أطول فترة زمنية من بعده. ليش؟ لأنه من سن سنة حسنة كان له ثوابها وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعكس بالعكس، من سن سنة سيئة كان وزرها وزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. دقق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث. شنو هي؟ صدقة جارية. حلوها الإنسان أن يجعل ثلاجة في الطريق، صدقة جارية، أن يجعل مسجدا، أن يبلغ شارعا، أن يبني مسجد، أي عمل ما على قدر عملي على قدرته، زين، صدقة جارية، علم ينتفع به. الإنسان يترك ورقة في خدمة الإنسانية بس بشرط لوجهه تبارك وتعالى. ثلاثة، ولد صالح يدعو له. مر عيسى بن مريم في الرواية الصحيحة، تعرفون يحيي الموتى، بقبر وإذا بصاحب القبر يعذب بناره. يقول فمر به من قابل، يعني في السنة الأخرى، ووجد صاحب القبر بنعيم قد ارتفع عن ذلك العذاب، فسأل المولى، قال: إلهي، مررت بصاحب هذا القبر في العام الماضي كان يعذب بناره والآن لم يعذب، ما السبب؟ قال: يا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، يا روح الله، أدرك له ولد، أدرك له ولد، آوى يتيما وأصلح طريقا، غفر الله له بما صنع ابنه. إذن الإنسان الميت ينتفع بعمل الحي، تارة بعمله هو، وأخرى لا، أنه بعمل الغير.